رجحت مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فيما حذرت إيران من أنها سترد بقوة على هذا القرار. ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل عن قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران. مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الاتفاق النووي، حذر الكريملين من عواقب سلبية إذا ما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، والذي توصلت إليه إدارة سلفه باراك أوباما في يوليو 2015. واستمرارا لحالة التوتر بين طهران وواشنطن، حذرت إيران من أنها سترد بقوة إذا صنفت الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن رد طهران سيكون ساحقا، لكنها لم تعطي مزيدا من التفاصيل. ومن المقرر أن يكشف الرئيس الأمريكي ترامب الأسبوع المقبل عن قراره النهائي بشأن كيفية التعامل مع طهران، وهناك إشارات على أن إدارته سوف تصنف قوات الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية. مصادر مقربة تؤكد أيضا ترجيح امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقرير مرتقب الكونغرس منتصف الشهر الجاري عن تأكيد احترام إيران التزاماتها، فالقانون يلزمه بإبلاغ الكونغرس كل 90 يوما إن كانت إيران تحترم النص، وإن كان رفع العقوبات الناتجة عنه يصب فعلا في المصلحة القومية الأمريكية. في حال التأكد من أن إيران تحترم الاتفاق وأن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة، فمن المؤكد أنه يجب الحفاظ عليه. ولا تزال واشنطن تفرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها الصاروخي وبسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، وتسعى إدارة ترامب إلى وضع مزيد من الضغوط على الحرس الثوري الإيراني وما وصفته واشنطن بنشاطاته الخبيثة في الشرق الأوسط.